السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وجيت لكم فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم عن اسعار السلاحف وكمان الاهمال بتاع التجار، ومش عارفة بصراحة كمية اهمال وكمية استهتار. عشان كده لما بنشتري السلحفة من عند التاجر طبعا بنجيبها بتبقى عيانة وقطع الاكل وبيبقى عندها ديدان من المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، حاطين السلاحف مع الحمام، حتى مستخسرين يحطوا السلاحف في قفص لوحده. يلا بقى بينا. مش حاططها لوحدها؟ يا عيني يا صغنن، ليه كده؟ طب والحمام يدوس عليها ويعمل عليها بيبي كده؟ وريني. وفي واحدة تانية؟ في ثلاثة، اثنين تانية. طب وريهم لي كده. ثلاثة كمان. ثلاثة بكام الواحدة بقى؟ 250. كام؟ 250. صغننة دي، صغننة خالص. حطيتهم مع الحمام يعملوا عليهم بيبي ويبهدلوهم. طب بتاكلهم ايه؟ نوم. بتاكلهم ايه طيب في القفص كده ولا مش بتاكل؟ بتاكلهم ايه؟ اكل ايه يعني؟ قفه وخيار وحاجات من دي. اي حاجه يعني. وبتشربوا ميه ولا ما بيشربوش؟ بجد؟ يعني واحده ب 250؟ مش مكمله 5 سم دي، ده يا دوب قد. صغنونة خالص. ما عندكش ونان. محطوطين في قفص الحمام. اما تقلب السلاحف غلط تموت. هيضربوا بعض. لا مش هيضربوا. ايه؟ لبناني؟ هما مصر. صغننين خالص. الحق الحق تدخل تحت البتاعة هاتها. طب هما كلوا حاجة النهاردة؟ كلوا ايه؟ كلوا قطة. قطة؟ يعني بياكلوا يعني؟ طب عندما تأكلهم كده وريني، يعني شهيتهم مفتوحة وحلوينهم بياكلوا؟ بجد؟ في ثانية يعني. في الحتة يومين. ما انت مش بقطعها قطعة صغيرة؟ بيعمل بيبي. فين ده؟ اللي هناك ده. صغنن ده. هلا هوي عمل لك حمام على الدكاه. عايز هلا بس. بس على فكرة الحمام ممكن يعض ينقرهم ولا حاجة، ولا يقف عليهم. فين الرب؟ فما عندكش اليوناني بقى صح، اللي هو فيه نقط سودا دي؟ فين؟ يعني بتجيب يعني؟ هما متوفرين اليومين دول؟ لا حاجه بقى، ده بتعمل. طب كويس، بالراحه بس بالراحه. خليها تكمل. ده ذكر. ده ده ذكر. وريني كده. ذكر. هات 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 ذكر. ما هو اهو ذكر. انت يعني انت مربيهم ومش عارف؟ اهو ذكر، اهو العضو الذكري بتاعه اهو. صغير قوي. عرف ايه يا ابني؟ ايه الكليه اللي عنده؟ تلات كليه. ايه الكلي بس؟ ده انه ذكر مش انثى. طلع الكلية تاني. يا حبيبي ده انت بقى مش عارف ان ده ولد يعني ولا بنت؟ امال بتبيعهم لو حد جه قال لك انا عايز؟ ده كلهم ذكور على فكره. كلهم. تعالي امسكي كده ما اصور بس ديلهم عشان اوريك. بس الديل الرفيع ده. طب ما بتعملي ايه؟ لا ده لسه. بس يا حبيبي بس. انت بتلعب بيهم؟ طبعا. ده احلى تربية، تربية السلاحف دي.
بس انت يا ريتك تحطهم في حاجه بعيد عن الحمام كده، عشان الحمام ما بيعملش حاجه، اكيد هينقرهم لو في رقبتهم ولا حاجه ممكن يعورهم. اه ما عندكش انت مكان تحط فيه الحمام السلاحف لوحدهم؟ اه حاسب حاسب، هات على تدخل تحت البتاع دي، هات جوه. طيب يعني الواحده ب 250 اخر العبايه البتاع. هي كده مع انه صغير قوي يعني انه اخد العبايه حط. بص يا كريم بيتعمل لك حمام كده، يعمل ايه؟ ده شقي خالص. هذا ولد ولا بنت؟ يا سلام حامل، عرفت منين انها حامل بجد؟ بتتكلم ده شكله صغير خالص، يعني دي انثى؟ اه ده فاضل لها شهرين. بتولد بتقعد حامل قد ايه؟ لو اتقلبت على ظهرها حاسس؟ طب عينهم بقى، عينهم عشان اللعب ده حرام والله، بيتبهدلوا عند ال. هتدخله مع الحمام برضو؟ لو مش داخله عند الحمام برضو. ويا ترى الحمام بيعمل فيهم ايه بقى؟ ما بيعملش خالص؟ كده ايوه والله ما لها دواء. ده الحمام خايفين منه. موزة. موزة. تعال تعال بص. طعمه ما شاء الله. ها بيجيب السوداني اهو. اسألي خش فين؟ الكلاب هنا. ما فين هنا؟ أظن لو حطيت السلاحف مع النسناس ده يدغدغهم صح؟ يفرتكم يا عيال. لا 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 والله يتسلى فيكم. يعني بيمسك اللي بتاع بيقشره. اه هياكل. وده كان فيديو سريع عن اسعار السلاحف وكمية الاهمال اللي بتتعرض لهم السلاحف عند التجار. شايفين السلاحف محطوطة في القفص بتاع الحمام، والحمام بيقف على السلاحف عادي خالص، بيعمل عليهم بيبي عادي برضو مفيش مشكلة، ممكن ينقرها في عينيها، عشان كده ممكن نيجي نشتري السلحفة نلاقيها عندها التهابات في عينيها من الحاجات اللي بتحصل دي، وممكن نلاقي عندها ديدان برضو من المكان اللي هي محطوطة فيه ده بيبي الحمام على البيبي بتاعها، اكيد هيجيب لهم ديدان. فرجاء اللي يشتري سلحفة من عند اي تاجر ما ياخدش منه اي معلومة، لان هو فعلا ما بيبقاش عنده معلومات. ده زي ما حضراتكم شفتوا كده، هو كمان مش عارف الذكر من الانثى، وايه الفرق بين المصري واللبناني واليوناني، اهو اسماء وخلاص. فده كان فيديو سريع كده، يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكو، واذا عجبكو بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وتشيروه وتشتركوا معانا في جروب الفيسبوك، وتعملوا لنا اعجاب بالصفحة بتاعتنا، والى اللقاء في فيديو جديد. باي باي.